انا رحمه مسعد، عندي 25 سنه، من بورسعيد. في واحده اسمها سمر نصبت عليا، اجت قالت لي تعالي اعملي لي قرض. انا مني مريض قلب، عندي ثقب في القلب. قالت لي تعالي اعملي لي قرض، هتاخدي 1000 جنيه منه وبقيت الفلوس اشغلها لك. قلت لها حاضر. رحت عملت لها قرض، انا واحده متعلقه في اي شايه اي حاجه عشان علي جبني. قلت لها حاضر. رحت عملت لها القرض، اديتني ال 1000 جنيه واخدت بعضها ومشت. رحت عملت القرض، انا مضيت، ولا طلعوا لي بحث ولا اجوا لي بيت ولا يعرفوا عنواني فين. انا عاملاها لها من شهر 7، دفعت لي شهر 7 و8. اجت بقيت الشهور بيتصلوا بيا ما بتدفعش. اكلمها يا مدام سمر تقول لي لا سيبك منهم انا بدفع لك. ازاي اسيبك منهم؟ هي لها تعاملات في البنك، تكلم اللي تبعها في البنك وتخلص الحوار. تمام. انا مني دلوقتي مرمى عند امي بقاله 3 ايام وانا نايمه في الشارع. ابن عنده ثقب في القلب، عشان هيجيب له علاجه. ابن عنده 3 سنين ونص، رميها عند امي. ما انا مش هاخده بهدله معايا في الشارع، رميها عند امي. امي مريضه قلب ومريضه ضغط ومريضه السكر، مريضه مش قادره له، مش قادره برضه اللي طفل عنده 3 سنين ونص خدمه. انا واحده عندي 25 سنه هتحبس عشان حاجه انا عاملاها وانا ضحيه فيها؟ انا عاملاها عشان خاطر ابني. طب اعمل ايه؟ انا بناشد، انا عايزه يصبروا عليا، انا هدفع لهم فلوسهم بس اخد فلوسي. هي شكلها محترم جدا وكانت محترمه وعربيه هي عارفه حكايتي. هو صعبش عليها الولد اللي انت عامله له؟ هو ما صعبش عليها حد، هي ما صعبش عليها حد خالص. برضو واحده جارتي لما عرفت ان ابنها محبوس ومحتاجه فلوس قامت قالت لها تعالي عشان تجيبي زياره لابنك في الحبس. هي بتاخد الناس اللي محتاجه وهي عارفه ان احنا محتاجين، يعني مش ذنبنا، مش ذنبنا. انا عايزه حق ابني، مش حقي، حق ابني، حق ابني اللي مرمي بقاله 3 ايام عند امي، اللي محتاجني يتصل بيا يقول لي يا ماما انت فين. جوزي بيلم خرده على 50 جنيه على 70 جنيه، ما يعملوش حاجه، ما يعملوش حاجه. انا ربنا عالم احنا عايشين ازاي. ولا تقدر طبعا تسددي المبالغ اللي هي بعت عليك؟ ما اقدرش. هعمل ايه حضرتك؟ انا عامله 5 عمليات في رجلي، مركبه شرايح ومسامير، ما بقدرش اتني رجلي، يعني انا ما ينفعليش شغل كمان، ما ينفعليش شغل. ابنك يقدر يعيش من غيرك؟ ابني ما يقدرش، مريض ومحتاج خدمه، مين هيخدمه؟ عاوزه تنشدي تقولي ايه؟ انا عايزه حقي، انا عايزه حقي ويصبروا عليا لحد احنا كلنا، احنا كتير، احنا 27 27 اسره متبهدله نايمه في الجناين. احنا بقى لنا 3 ايام قاعدين في الشارع، انا واحده بقى لنا 3 ايام قاعدين في الشارع. احنا عايزين حقنا، انا عايزاهم يصبروا عليا، اخد فلوسي وانا ادي لهم فلوسهم. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه بس اعيش في راحه او في امان، انا مش عايزه حاجه، انا عايزه ابني، عايزه ابني يبقى في حضني بس.